الله. هذا خنجر. خنجر يا ماما ده عايز يقتلنا. أنا آسف اللي بتطفل على مجتمع الفنانين الكبار، لكن أرجوكم من دوني فرصة. بس يا جماعة ادوا له فرصة. قول يعني يا قول يا لوح. ليه يا لوح؟ يا لوح أمك. كمل يا أستاذ. هذا خنجر يلوح لي متجه المقبض نحو يدي. أنني منك كما تنضم علي الأنامل. تفر ولكنني ما أنفك أراك. ألا يقع عليك اللمس كما يقع عليك النظر؟ أما أنك لست سوى خنجر مخيل من ناطر فكر ذاهل مخبى. دول ناس سكرانين. خلي عندك ثقة بنفسك، ما تخليش كلامهم يأثر فيك. ما دام عندك موهبة ربنا هيقف جنبك. جاتني لحظة فكرت في الانتحار، لكن كلامي كتبتك هما اللي ادوني الامل. خرجت ليلتها من العوامه حطم ياس، ضحكهم عليا ما كانش بيفارق خيالي، لكن كلامك ليا اثر فيا واداني ثقه في نفسي. جمعت اخواتي كلهم، بيعتهم أرضهم، والتجار منهم استلفت منهم قرشين على أرض والدتي، ولما نميت قرشين صممت أنتج فيلم تكوني بطلته وأمثل معك. موقفك ده بيخليني أتمسك برأيي أكتر. أنا هسبب لك مشاكل كتير، شوف حد غيري. غيرك مستحيل. وأحمد سامح. أحمد سامح، أحمد سامح ده لو وقف في طريق تاني رصاصة واحدة تقضي عليه. ما تبقاش مجنون، هتودي نفسك في داهية. يبقى لازم تقفي جنبي علشان نثبت لأحمد سامح إن إحنا أقوى منه. حاضر، هقف جنبك ومن بكرة نكمل التصوير. يا جماعة التصوير يتأجل. اطفي النور. اطفي. شيل الكاميرا. كل الناس تروح. لا في ايه يا استاذ عثمان؟ لا في ظروف كده أجلت التصوير. طب وايه اوردر بكرة الساعة كام؟ هنبقى نتصل بيكم بالتليفون. في كهرباء؟ الحين. ابد على شكري.
مشهد من رواية جديدة بتتمرني عليه ولا ايه؟ ارمي اللعبة اللي في ايدك دي وفهميني ايه الحكاية. انت عارف انت عملت ايه، وقبل ما تخلص عليا هخلص عليك. على كل حال انا كنت عارف ان نهايتي هتكون على ايدين واحدة ست. مادام مصممة امري لله، مش هلاقي ايدين احن من ايديكي. ما تحاولش تتظاهر بالشجاعة. اتفضلي. مستنية ايه؟ ضغطة واحدة على الزناد والموضوع كله ينتهي. ازاي ضميرك سمح لك انك تقضي على حياة انسان باع اللي وراه واللي قدامه عشان يحقق هوايته؟ مش فاهم. مش فاهم؟ عشان تحرمني من التمثيل، تلفق لواحد ملوش ذنب تهمة وتدخله السجن. انت بتقولي يا الغاز، ما تفهميني قصدك ايه؟ شكري عمل لك ايه عشان تدخله السجن؟ كماليا، انت عشتي معايا، لكن للأسف الشديد عمرك ما عرفتيني على حياتي. أنا عمري ما ضربت واحد في ظهره. أنت كذاب، خليك بضحك. أنا مش كذاب ولا خايف من المسدس اللي في إيدك. الموت أنا واجهته قبل كده كتير. أنا خايف عليك أنت قبل ما تعملي عمل وتندمي عليه. عايز أفهمك أنا ماليش دعوة باللي حصل لشكري، وزي ما قلتلك قبل كده أنا مش نادي. أمال مين اللي سلط عليه؟ مين اللي سلمه للنيابة؟ شكري مش أول ولا آخر واحد يحصل له كده. البلد مليانة ناس كتير قوي اتلفقت لهم تهم وكتبوهم اعترافات مدسوسة عليهم. ما صدقتش ولا كلمة من كلام أحمد لغاية لما محجوب قدمني الدليل على صدق كلامه. اتفضلي. إيه ده؟ ده العقد اللي بينك وبين أحمد، وعليه تنازل بخط إيده. دلوقتي أصبحت حرة وتقدري تشتغلي مع اللي يعجبك. تفتكر مين اللي عمل كده في شكري؟ أقولك، لا مش عايز أجيب سيرتهم. الحيطان لها ودان. انت كمان خايف؟ الخوف والضعف هما اللي بيثبتوا ان احنا بني ادمين. الحيوانات في اوروبا بيسمعوها مزيكا عشان تبقى سعيده، لكن هنا بيسمعونا اصوات الكرابيك عشان ننافق ونزيف الحقيقه. انت صحفي، قول الحقيقه، اكتب. اكتب؟ انا مره كتبت مقال وقلت فيه الحقيقه. عينك ما تشوف الا النور. خدوني من الدار للزنزانة ورقعوني حتة الدين علقة. فقت لقيت قدامي دراكولا. مين دراكولا؟ عزيز. لكن ده ظلم، ليه نسكت عليه؟ قالوا الفرعون ايش فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني. مفيش حاجة اسمها اذن من النيابة. اوامري هي اللي هتتنفذ. وكيل النيابة هيعترض؟ طيب جرجره لي هنا عشان افهمه ازاي القانون. ازيك يا ليليان؟ اهلا يا قطة. تصوري الكلاب صوتها عالي لي من دول، بتهوهو كتير. البني ادمين عملتهم كلاب يا عزيز بيه؟ لا مش كل الناس، في ناس بني ادمين وفي ناس ولاد ستين كان. وشكري عبد الحميد ابن ستين كلب. شكري عملنا عنه تحريات، طلع انه عميل لدوله اجنبيه وبيتآمر على امن الدوله. شكري مستحيل. الله يرحمك يا ابويا، كان دايما يقول لي يا ابني الميه تكذب الغطاس. ادي يا ست اعتراف بخط ايده. شفت ازاي انك لسه على نياتك يا قطه؟ ايه اخبارك يا ليليان؟ اخباري ما بقتش تهم حد دلوقتي. احنا خلاص راحت علينا. مين قال كده؟ اتفضلي لي بارتيتا، احسن اعصابي تعبانه. تعبانه قوي. وعاوز ارتاح.
واتأكدت ساعتها مفيش قوة تقدر تخلص شكري من إيدين عزيز. مسافرة على فين؟ يا ماما مسافرة يعني مسافرة. معرفش يعني هتسافري على فين؟ هروح عند خالي أشوف مستقبلي. خلاص أنتي حرة، اعملي اللي تعمليه.